بيسموه تفاح الغلابة، بيقولوا عليه فاكهة الغلبان. يا ترى ايه اللي انتوا شايفينه ده؟ تفاح؟ اه تفاح، ده السدر النبأ. ما تيجوا نشوفه على شجرته ونجمعه ونتعرف على فوائدها الكتيرة جدا. شاهديننا في باقة أفكار، يلا بينا نروح لها ونبدأ نتعرف عليها. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا في باقة أفكار، أهلا وسهلا بكم معنا. جينا لغاية الشجرة بنفسها، شجرة النبأ. أسماءها كثيرة جدا، لو كرمها ربنا بذكرها في القرآن 4 مرات. رآها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين صعوده في ليلة الإسراء والمعراج، وذكر أنها سدرة المنتهى بجوار عرش الرحمن. تسمى السدر، تسمى الزفزوف، تسمى الزجزاج، تسمى الأدرج، تسمى السويد، ويقال لها شجرة السماء أو الشجرة الشوكية أو الشوك المقدس. إنها شجرة السدر. شايفين كمية الثمار اللي فيها؟ ورق النبات من الأوراق الغنية جدا بالعناصر الغذائية، المفيد لكل أجزاء الجسم ولصحة الجسم بشكل عام. لكن النهاردة احنا هنتكلم عن صحة الشعر. ايه هو السر اللي موجود في أوراق النبات ده ومديها كل القيمة العالية والفوائد اللي احنا بناخدها دي؟ اول حاجة ان هي بتحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، ودي اهم حاجة، وده بيقلل معمليات الأكسدة، بيخفض سيولة الدم، بيخفض مستوى الدهون في الجسم لاحتوائه كمان على مركبات الفينول، بيقلل خطر الإصابة بتسمم الدم، وبيخفض مستوى الطفيليات في الدم. بتستخدم لحاء شجرة النبأ المجففة أو الجذور في علاج العديد جدا من الأمراض مثل التشنجات، تسارع دقات القلب، الإسهال، الربو، آلام الطمس، الصرع، الملاريا، السيلان، الديدان. كل دي أمراض بيعالجها النبأ عن طريق غلي الأوراق واللحاء. كمان لأوراق النبأ فوائد كتيرة جدا، منها التخلص من العين والسحر والحسد. وأوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام باستخدام ماء غلي الأوراق في تطهير وتطيب جسد الموتى، يعني بنستخدمه في عملية غسل الموتى قبل الدفن. والأهم كمان إن هو بيستخدم للتحنيط زي ما استخدموه قدماء المصريين، وبيعالج فطريات الرأس وفطريات القدم. والأهم من كل ده إن النحل ما بيتغذى عليه بيدينا أفضل أنواع العسل، لأن عسل السدر وخاصة من اليمن بيبقى أجود أنواع العسل وأغلاها في الثمن، طبعا لأنه أغناها في القيمة الغذائية. شايفين التفرع ده كله وكم الثمار اللي في شجرة النبأ؟ النبأ ده بيتكاثر بطريقتين أساسيتين، يا إما تكاثر جسمي عن طريق البذرة، يا إما تكاثر خضري عن طريق العقلة. وممكن كمان نعمل تطعيم لأنواع مختلفة من النبأ على بعضها، يعني ممكن نطعم نوع على نوع. أوراقه شديدة الإخضرار، جميلة جدا، يانعة، الورقة شكلها بيضاوي، التعريق فيها متوازي، 3 خطوط كده بنشوفهم رئيسيين، خط وسطي وخطين على الجنب اهو. هناخد الورق ونجففه واقول لكم احنا بنستخدمه ازاي. اما عن فوائد النبأ للشعر،
فدي عديدة جدا. على سبيل المثال هو بيغذي بظيلات الشعر من الجذور، بيرطب فروة الرأس وينقيها من ظهور القشرة زي بالظبط كده نبات الحنة. بيدي للشعر لون لامع جدا ومشرق، بيحميه من مشاكل التلف والتقصف والتكسر، وأهم من ده كله تطويل الشعر وعلاج الشعر بعد استخدام الصبغات. تعال أقول لكم على الخلطات العديدة جدا اللي أنا ممكن أعملها من أوراق النبأ المجففة للشعر، ونستخدمها لفترة لا تقل عن 3 إلى 4 أسابيع علشان نشوف نتيجة متميزة ومرضية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هقول لكم دلوقتي على خلطات من ورق السدر أو النبأ، بعد طبعا ما بعملها على شكل مسحوق، وأضيف لها بعض المكملات علشان تفيدني في الشعر. دي على فكرة بذور شجرة النبأ. طيب ايه الخلطات اللي انا هعملها؟ زي ما انتوا حضراتكم كده شايفين، انا جففت الورق كويس جدا، خليتش فيه اي نسبة رطوبة عشان يبقى عندي سهل في ان انا اعمل له طحن واخد منه مسحوق كويس. طيب اول خلطة بعملها لعلاج الشعر الجاف، اعملها ازاي؟ باخد 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، عليهم 2 ملاعق كبار من المسحوق، بضيفهم كويس، اخلطهم كويس قوي، وبعد كده ابتدي اعمل بيهم فرك للشعر كده لمدة 10 دقائق، وبعد كده اغسله بالشامبو. دي اول خلطة. الخلطة التانية لعلاج تقصف الشعر، وده مشكلة كل الناس بتشكي منها، خاصة مع استخدام الاصباغ والمواد الكيماوية ومنتجات كتيرة جدا بتضر الشعر. طيب اصلح ده ازاي؟ بان انا بعمل الخلطة دي، الخلطة دي عبارة عن 1.5 كوب من المسحوق، كمية كبيرة اهي، احط عليها 1/4 كوباية خل، 1/2 كوباية زيت حبة البركة، 2 فص ثوم مهروس، واخلطهم كويس جدا، واحطهم في ازازة مغلقة في مكان مظلم لمدة يوم، وبعد كده تاني يوم ابتدي استخدمها كحمام للشعر، واحط عليه غطاء بلاستيك واسيبه كده لمدة 1/2 ساعة، وبعد كده ابتدي اغسله. طبعا هكرر ده 2 مرات على الاقل في الاسبوع عشان احصل على نتيجة متميزة ومرضية لفترة طويلة كده، ما تقلش عن شهر لشهر ونص، انما هي النتائج بتظهر بعد 2 3 مرات من استخدام اي خلطة من دول. طيب احنا نقدر نعمل ايه كمان تاني للشعر؟ نعمل تنعيم للشعر. انا شعري جاف خشن، هعمله تنعيم ازاي؟ بالخلطة دي. الخلطة بتقول ان انا عندي 4 ملاعق من المسحوق، احط عليهم 1 كوباية مية دافية، وبعد كده 2 ملاعق لبن رايب او لبن زبادي، فوقيهم كمان 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، واخلطهم في بعض واعملهم حمام للشعر، اسيبه 1/2 ساعة، وبعد كده ابتدي اغسله. ده لتنعيم الشعر. طيب نقدر نعمل ايه من كل الخلطات دي؟ اسهل خلطة نقدر نعملها ومش هتاخد مني وقت ولا اي مكونات، هو حاجة واحدة بس، المسحوق مع مية دافية. ده ممكن نعمل منه شامبو. يعني انا اذا خلطت المسحوق مع المية وسبته كده لفترة 1/2 ساعة، وبعدين ابتديت استخدمه ارشه على شعري وهو جاف، واسيبه كمان 1/2 ساعة وبعدين اغسله، ده بيعتبر كأنه شامبو، يعني بيقتل كل الفطريات اللي في فروة الرأس، بيقضي على القشرة، بيغذي الشعر والبصيلات من الجذور، وبينقيلي فروة الرأس كويس جدا، وبالتالي انا بحصل على نتائج جيدة لما اعالج الشعر من الجذور. دي اهم خلطة فيهم واسهل خلطة، مية دافية زائد مسحوق ورق جاف من النبأ. تمام كده، اتمنى ان الفيديو يعجبكم والخلطات دي تنفذوها وتشوفوا نتيجتها على الشعر. كلها خلطات طبيعية، ما فيهاش اي مواد كيماوية تضر بالشعر، بس نتائجها بطيئة، لكن نتائجها بعد كده بتبقى ممتازة جدا ومتميزة جدا. مشاهدينا في باقة افكار، اتمنى ليكم صحة جيدة، لكل واحد بشعره يبقى كويس وحلو يعجبه مع الاستمرار في استخدام ورق السدر.
أطيب تحياتي ليكم. لو ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك وتعالى نكمل. اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا. مشاهدينا في باقة أفكار، كان لقاءنا اليوم مع شجرة النبأ أو السدر وفوائدها العظيمة للشعر. إن شاء الله لقاءنا القادم حيكون مع فوائدها للبشرة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسناش بلايك وشير وسبسكرايب لقناة باقة أفكار. مع أطيب تحياتي ليكم دكتورة رؤية.